هذا يعتبر من صراحة يعني أفضل من الأعوام السابقة. تمام، يعني في تطور وفي إمكانيات وفي جذب للمكتبات وفي خدمات، أشوف أنها يعني خدمت الطلاب وخدمت جميع أي شخص يعمل بالجامعة. الحمد لله المعرض عليه إقبال كبير، واختصرونا صراحة الحصول على الكتب، يعني مثل بعض الكتب سواء بالطبعة ولا بالسعر وجدناه معرض الكتاب بجامعة حي. حرصت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مشاركة معرض الكتاب بعدة كتب، منها علمية وثقافية وشرعية وأدبية، وخصصت جزء من هذه الكتب إهداء مقدم من إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى معرض الكتاب بحائل. كان من المفترض أن يكون اليوم السبت هو آخر أيام معرض الكتاب والتقنية السادس بجامعة حائل، إلا أن مدير الجامعة وجه بتمديد المعرض حتى يوم الثلاثاء.